صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 29 لسنة 2023 بتعيين مدراء في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة، وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة جاء فيه: يعين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة كل من الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة مديرا لإدارة التقييم الاستراتيجي الصحي، السيدة وسن سعيد عبدالله الخزاعي مديرا لإدارة حوكمة المنظومة الصحية.